سمر، الأذن بوابة للعقل، وكثيراً ما كانت الأذن بوابة للقلب، ومثل ما قال الشاعر بشار بن برد: الأذن تعشق قبل العين أحيانا. محطتنا الطبية لليوم رح نصغي فيها على معلومات طبية حول الأذن المعرضة خلال البرد. طبعا اللي عم نمر فيه هذا البرد القارس اللي مرينا فيه من كم يوم، ويمكن لحتى تنتهي هالشتوية يا سمر. أكيد يا سالي. معنا اليوم الدكتور حسام حديد، رئيس الشعبة الأذنية بمستشفى المواساة الجامعي، ليحكي لنا عن التهاب اللوزتين وأثره على السمع وخصوصا عند الأطفال. يسعد صباح يسعد صباحكم، صباح المشاهدين جميعا. دكتور أهلا وسهلا فيك. بداية يمكن موضوعنا هلأ إجا بوقته، يعني كتير عم نشوف حالات التهاب أذن، التهاب لوزتين، وخاصة الأطفال. يعني الطفل شوي هيك معرض يمكن لا يأخذ برد أكثر من الكبير مهما دفته أمه. فخلينا نحكي عن آلام الأذن والتهابها عند الأطفال وأيضا اللوزتين. تمام، يسعد صباحكم. طبعا بتشكركم على هالفرصة انه نوجه بعض المعلومات الطبية المهمة لمشاهدينا واهلنا، خاصة موضوع الاذن وعند الاطفال. الاذن عضو مهم جدا مثل ما تفضلتي، حاسة من الحواس اللي كتير اساسية بالجسم، لازم نحافظ عليها ونحميها. هالعضو هذا هو مرتبط بشكل مباشر بالوسط الخارجي، سواء من خلال موقعه، من خلال الصيوان وارتباطه مع الوسط الخارجي، سواء من خلال الاذن الوسطى وارتباطه مع الجهاز التنفسي بأكمله. وبالتالي الإنتانات التنفسية الشائعة خلال فترة الشتاء اللي بنعرف أنه بتزيد خلال هالفترة نتيجة عوامل معينة، من البرد، من الاكتظاظ بالغرف نتيجة يعني الانتقال التنفسي للعوامل الممرضة، كله هذا الإنتانات التنفسية بجزء مهم من اختلاطاتها بتوصل لأنه تأثر على الإذن. هالتأثير على الإذن ممكن يكون تأثير بسيط نتجاوزه بعلاج عرضي، ممكن يعني تنتهي القصة بمجرد خمس أيام لأسبوع، ولكن بعض الحالات للأسف ممكن تتطور أكثر، وخاصة بعض الحالات المهملة عند الأطفال، وهون بنضطر لتداخلات جراحية أو أمور تانية. هلأ منلاقي دكتور بهالوقت العمليات استئصال اللوز أو الناميات كتران كتير، وبالأخص للأطفال تحت سن 12 سنة. طيب شو الأسباب اللي بتدفعكم لإجراء العمل الجراحي مع أنه يعتبر اللوز أنه خط دفاعي الأول عن الجسم؟ تماما. طبعا اللوزتين، بتحديد اللوزتين الحنكيتين يعني الموجودين ضمن البلعوم الفموي، هن جزء من هالجهاز التنفسي اللي موجود، اللي ببلش بالأنف وبيمتد للبلعوم وبيتابع باتجاه الرئة وباتجاه الصدر. هالجزء هاد من الجسم هو عبارة عن نسيج لمفاوي، بيتعرض له وظيفة مهمة هي بتعريف الجسم على بعض اللي بنسميها نحن الأضداد أو العوامل المناعية اللي بتساعد بحماية الجسم من بعض الأمراض بوقت معين من العمر. طبعا هالجزء هاد كونه عم يتعرض للجراثيم، عم يتعرض لبعض العوامل المرضية، ممكن يصير في نوع من الالتهاب المزمن. الالتهاب المزمن يعني هو الالتهاب اللي عم يستمر ويتكرر بشكل طويل ولفترة طويلة، وبالتالي بعض الحالات لابد انه تنتهي بعمل جراحي اللي هو استئصال اللوزتين. هذه الحالات في إلى حدود، هي الحدود أو يعني خلينا نقول استطبابات لهالحالات هي. أشياء استطبابين ممكن المشاهدين يعني يركزوا عليهم أو يفهموهم مننا، هن تكرار الالتهاب، التهاب اللوزات بالتحديد، يعني التشخيص بيكون من قبل الطبيب اللي بيقول إنه هذا التهاب لوزات، مو هو مجرد التهاب بالعوم أو مجرد رشح عابر، زائد أحياناً الحجم الكبير، يعني بيكون حجم لوزتين كبار كتير عم يأثروا على الطريق التنفسي، عم يأثروا على الأكل، عم يأثروا أحياناً على النطق. هون بهالحالة كمان ممكن يكون استطباب الاستئصال إضافة لاستطبابات أخرى خاصة طبية. نعم. ولكن بشكل أساسي هالاستطبابين إضافة لموضوع العمر. نحن دائما بنركز على موضوع العمر والحالة العامة، لازم يكون الطفل بعمر مناسب لحتى نقدر نسوي له هالعملية، وغالبا هو بعد الثلاث طيب سنين من العمر. طيب الإجراءات قبل العملية شو حتكون دكتور؟ طبعا بعد تجربة العلاج الدوائي المناسب والشفاء من الحالة، إذا رأينا تكرار الالتهاب بدنا نقرر العمل الجراحي للمريض إذا عمره مناسب، من خلال بعض التحاليل الطبية اللي بتضمن أنه ما في مشاكل صحية تانية ممكن تأثر على صحة الطفل أثناء العمل الجراحي أو بعده، وبيجرى له عمل جراحي يعني يعتبر من الأعمال الجراحية البسيطة اللي بتنتهي بأنه يشفى الطفل خلال أسبوع ويرجع لحياته الطبيعية. دكتور نقاط مهمة عم تضيء عليها أكيد، وأكيد بهم كل حد عم بيتابعنا
مشان اكيد سلامه طفله واولاده. دائما الولد بيبكي بتجي بتقلك الام نقطه ضعفه اذنه، يمكن لا هذه هي الشيء صح انه نقطه ضعفه اذنه، ولا انه في عوامل مسببه لهذا الشيء؟ احيانا بيولد الطفل بتجعه اذنه من وقت ما بيولد. مثل ما قلنا نحن هذا العضو اللي هو الاذن هي عباره عن جهاز متكامل، نعم، بجزء منه مرتبط بشكل مباشر مع الانف وطريق التنفس. نعم. عند الأطفال الصغار شائعة الإنتانات، وأهم إنتانات اللوزات وإنتانات الناميات كمان، التهاب الناميات، نعم، اللي هو كمان نسيج لمفاوي مشابه موجود بمنطقة البلعوم الأنفي. وبالتالي أي حتى لو مو التهاب أو مو إنتان جرثومي أو فيروسي، حتى لو تعرض لعوامل تحسسية ممكن هذا الشيء يأثر على تهوية الإذن الوسطى بالتحديد، ويصير بعض الآلام اللي بيشكوا منها الأطفال واللي بيراجعونا كثير فيها. ثقب بغشاء الطبل عند الأطفال، شو الأسباب؟ تمام. هلا فكره غشاء الطبل او كلمه غشاء الطبل احيانا هي بتخوف بعض المرضى، خلينا نقول، او بعض المشاهدين، لما بنقول والله في ثقب بغشاء الطبل ممكن تكون مشكله كبيره للاهل. هلا ثقب انسقاب غشاء الطبل هو بعض الاحيان تطور طبيعي لالتهاب الاذن الوسطى الحاد عند الطفل، لا بل ممكن يكون تطور مريح بخفف الالم عند الطفل، وبيسيل المفرزات، بيصير سيلان قيحي من الاذن. إذا تعالج بشكل جيد وانحمت الإذن بشكل جيد خلال أسبوع لعشرة أيام رح ترجع الإذن لوضعها الطبيعي، الطفل ما رح يكون عنده أي مشاكل لا من ناحية السمعية ولا من أي ناحية تانية. ولكن لما عم نقول انسقاب غشاء طبل بأمور تانية، يعني بحالات مرضية تانية، ممكن يكون شيء مزمن بيتصنف حسب نوعه لحالات تستدعي عمل جراحي معين أو حالات تستدعي المراقبة. بس انتقاب غشاء الطبل دكتور عبيج بيتكرر بعد مثلا أدوية الالتهاب، بيطيب الطفل لفترة معينة بعدين بيرجع كمان بينثقب مرة ثانية. شو مثل ما قلنا هلا بعض الحالات في عندنا عند الأطفال التهابات إجراء عملية ضروري، التهابات أذن وسطى حادة متكررة، أو في شيء بنسميه التهاب أذن وسطى مصلي اللي هو تجمع للسائل ضمن الإذن. نعم، هذا الحديث بدنا نضيق عليه تبع المصلي، يعني لازم قديش يكون في تفرقة بين الشغلتين. يعني الالتهاب الإذن الوسطى هو موجود ولكن في أنواع لالتهاب الإذن. تماما، الفكرة هاي بصراحة يعني تحديدا مرتبط بالطبيب، يعني لابد من الاستشارة الطبية والمتابعة عند الطبيب، يعني مراجعة. خلال عدة مراجعات لحتى يحط التشخيص المناسب للطفل ويحط له التدبير المناسب. يعني ما بيكفي أنا مثلا عالجته هالمرة عند الطبيب ما أرجع مرة تانية لعنده، روح لعند غيره. أو متابعة عند الطبيب وتقييم حالة الطفل ضمن سلسلة مراجعات معينة قادر على تحديد نوع الالتهاب وقادر على تحديد التدبير تبعه، اللي ممكن يكون مجرد علاج دوائي لفترة بتوصل أحيانا لثلاثة أشهر، وممكن نوصل لمرحلة العلاج الجراحي اللي هو بنسميه خزع غشاء طبل وتركيب أنابيب تهوية. ولكن هذا الموضوع في له مثل ما قلت لك استطباب معين بيحطه الطبيب، خاصة لما بتوصل لمرحلة نقص السمع، وجود جزء من نقص السمع أو نوع من نقص السمع. طيب بعد إجراء العملية نسبة نجاح العملية عند الأطفال قديش بدها تكون؟ هلا نسبة نجاح العملية بيحددها عدة عوامل، أهم يعني شيء السمع تقريبا، أهمها وضع الاستطباب المناسب. بالنسبة لموضوع السمع أكيد لما عم نجري هالعملية السمع رح يتحسن مباشرة، يعني الطفل رح يخرج من العمليات متحسن سمعه، ولكن نحن هون عم نحكي عن نقص سمع يعني خفيف وليس عن نقص سمع درجات عالية المتوسطة أو الشديدة. نقص سمع خفيف بسبب وجود السائل ضمن الإذن، فالعمل الجراحي اللي عم نحكي عنه مباشرة بيساعد انه يرجع السمع لوضعه الطبيعي. نعم دكتور، دائما في تطور للعلم، في ايضا مواكبه لاخر التطورات والاحداث اللي عم تشهدها الساحه الطبيه، خلينا نقول حصرا بعده مجالات. يعني يمكن مع تطور العلم ومواكبتكم له من خلال ندوات، من خلال مؤتمرات بتتوصلوا لها، قديش كمان بيساعد على هذا الشيء؟ حتى في صار شيء اسمه جراحه تنظيريه. تمام. بلشنا فيها نحن اكيد. هلا الجراحه التنظيريه موجوده بس بمجالات ثانيه، مجال الاذن، مجال الاذن هو شوي له تفاصيل ثانيه يعني عم تتطور. بس انا كنت بحب احكي انه انت بلشتي بالامكانيات الموجوده او الشيء اللي ممكن نسوي. احنا بنفتخر عنا بمشفى المواساة الجامعي انه كل هالامور الحديثه اللي موجوده واللي يعني عم تتطور العلم فيها بنحاول انه نواكبها وبنحاول انه تكون موجوده عنا بوجود اخصائيين متابعين لهالموضوع. وبقيوا بالبلد تماما، ونحن يعني ما لنا اقل من اي حدا باماكن ثانيه او ببلدان ثانيه رغم كل الظروف الصعبه اللي مرينا فيها.
في عنا كادر تدريسي، كادر تعليمي، كادر خدمي. نعم قادر دكتور، انه يقوم بكل العمليات. والدليل ثمر على هذا الشيء انه انجح الاطباء هنا سوريين، هنا سوريين أكيد. حتى خارج سوريا سوريا. يعني اللي عم تحكي اكيد نحن بنفتخر فيه، بلدنا بنعتبره مصدر للاطباء لكل العالم كمان. تمام، بس نحن دائما بنتمنى انه نستفيد من هالخبرات عنا ببلدنا نفيد الشعب والمواطن. أكيد. هلا دكتور إذا حنرجع للوز، أنت بيكون استئصال اللوز ضرورة صحية؟ أهم استطبابين حكيت لك ياهن، ما راح أدخل بالاستطبابات الطبية الخاصة. أهم استطبابين هن تكرار التهاب اللوزات أكثر من 6 مرات بالسنة عند الأطفال، أو حجم كبير للوزات. نحن بنعطيه درجات اسمها الدرجة الرابعة، اللي هو بيكون اللوزتين متقابلتين مع بعض، متلاصقتين مع بعض، وبهالحالة بيكون في صعوبة بالتنفس، وهو أحيانا درجات بتوصل لانقطاع التنفس أثناء النوم. هون بيكون وضع الاستطباب أساسي من قبل الطبيب بعد عمر 3 سنين. نعم، قديش مهم الأهل يكونوا هيك شوي صحيانين على طفلهم، انه بكي مو معناته جاع، يمكن لازم مثل ما قلت دائما المراجعه او الاستشاره الطبيه ضروريه كثير، خاصه اذا ارتفعت الحراره، صار في اعراض معينه يمكن مو كل الامهات حتعرف فيها، بتقول انه اي عادي اكيد بتعطي دواء هي لحالها. اي يعني ما بنقدر نقول انه اي حاله عند الطفل او اي بكاء بيستدعي مراجعه الطبيب، ولكن في شيء غير طبيعي، يعني في بعض الحالات فعلا يعني تؤشر لمشكله مرضيه غير طبيعيه، شده البكاء، رفض الرضاعه مثلا، ارتفاع حراره شديد، يعني اعراض ظاهره، ضيق النفس، نفس له صوت مثلا بنسميه نحن وزيز ضمن الصدر، هي كلها امور تستدعي اكيد الاستشاره الطبيه. فنحن الامهات بنطلب منهم انه اي عرض يعني فوق العاده او غير طبيعي مباشرة نطلب الاستشارة الطبية لحتى نقدم الخدمات. وحكيتي شغلة قبل ما نبلش انه بعض الاحيان في وصفات شعبية ممكن تستخدموها البعض، نحن كمان بنطلب اضافة انه اي عرض غير طبيعي يراجعوا يبتعدوا شوي عن الوصفات تمام. اللي ممكن تكون غير دقيقة وممكن تكون مؤذية احيانا. تمام، يمكن هذا الحديث هيك شوي فيه شغلات هيك خلينا نقول طريفة مهضومة من كبار الكبارية بالعمر، تجعوا إذنه للواحد نقط له زيت حلو، طيب هذا الزيت الحلو ليش؟ فيه مضاد فيه مضاد أكسدة، يعني قديش نحن دائما مثل ما عم نقول يعني في بعض الحالات بالطب الشعبي يعني مفيدة، ولكن دائما نحن الإذن عم نتعامل مع عضو مهم جدا، نرجو انه ما يكون الا باستشاره الطبيب. طيب في اهالي كثير بيخافوا من استئصال اللوزتين لانه بيقولوا لبعدين له اثار سلبيه كثير انه ما يكون في عندهم لوز، شو بتخبرهم؟ نحن دائما بنطمن الاهل اللي بنحط لهم استطباب العمل الجراحي، بنقول لهم اذا نحن واضعين استطباب مناسب واكيد، فبالتالي اكيد ضررهم رح يكون اكثر من نفعهم بهالمكان هذا. وهالمكان اللي هو اللوزتين اللي عم يقوم بعمل مناعي معين بوقت من الاوقات، في اعضاء ثانيه بالجسم بتقوم بنفس العمل لما هو بنستأصله، فبالتالي الجسم فيه اكثر من محطه للاداء العمل المناعي اللي بتقوم فيه اللوزتين. نعم، يعني يا دكتور مثل ما حكيت اللوزات الاذن هدول الشغلات عم بتضايق الكبير، كيف الصغير حرام يعني. كمان خلينا نفوت ب عمليات اللوزتين، دائما الاهل دكتور فينا نأمله اللوزات، انه يعني بس شوي خلينا نعرف أهمية اللوزتين، أنه يمكن آخر مرحلة نحن نعمل له استئصال مثل اللوزات. مثل ما تفضلت أنه بعض الأهل بيكونوا مترددين. نعم. بعض الأهل بيكونوا مندفعين كتير، فكمان نحن لا بدنا نطمنهم أنه شو هي الآثار السلبية لبعدين، أو حتى اللي مندفع كتير للعملية بدون استطباب، نحن لازم ننبهه أنه هو بالنهاية عمل جراحي، وبالتالي في أحيانا نوع من الخطورة على الطفل. فنحن ما بناخذ قرار العمل الجراحي إلا إذا كان متأكدين أنه رح يكون في فائدة للطفل وحماية له من آثار جانبية أو تطور اختلاطات مستقبلية تانية. نعم دكتور، يعني حكينا كتير عن يعني الآثار أيضا الجانبية اللي بتخص اللوزتين والأذن، خلينا نحط على الارتباط دائما بين الأذن، الأنف، الحنجرة. كمان قديش مهم يكون في فحص دوري، بنرجع بنكرر نصائحك للأهل حول الفحص الدوري. هلا أهم نصيحة بصراحة، أنا ما رح أعدد نصائح كثير، بس هي نصيحة واحدة، بنتعرض أحيانا لبعض المشاكل إنه بنسب كل مشاكل السمع للالتهابات او للانتانات اللي ممكن تصير بالاذن او تصير بالانف او الناميات. لازم نكون منتبهين لهالموضوع.
احيانا بعض الاطفال بيكون عندهم نوع من نقص السمع الخفي اللي مرتبط بال يعني مرتبط بنسميه نقص سمع حسي عصبي، فمو اي نقص سمع عند الطفل او اي مشكله سمعيه نحن بدنا نحملها لمشاكل التهابات الاذن، احيانا بيكون في مشاكل ثانيه اضافيه لابد انه نكشفها، وبالتالي بنركز دائما انه الاستشاره الطبيه ومراجعه الطبيب عند اي حاله من هالنوع كفيله بانه تحمي الطفل من مشاكل مستقبليه كثير كبيره. غير موضوع اللوزات او موضوع الالتهاب، احيانا بعض مشاكل نقص السمع اللي ممكن تدبيرها بعمر صغير صعب تدبيرها بعمر اكبر، كل ما قدرنا ندخل عليها بعمر اصغر بيكون افضل. نعم، يعني دكتور كمان ايضا نحن هالمعلومات كثير بتهمنا ايضا، وفي معلومات يمكن لاول مره نحن عم نسمع منك اكيد فيها. بدنا نعرف عن البرد سالي شو ممكن ياثر على الاذن وعلى اللوزتين لاي حدا كمان عم يسمعنا ويشوفنا. فصل الشتاء بشكل عام، معروف انه بتزيد فيه الانتانات التنفسيه بشكل كبير، السبب الاساسي فيه هو شغلتين. أول شيء موضوع ضعف المناعة الموضعية، يعني الجسم بجو البرد بتقل العوامل الموضعية للمناعة اللي قادرة على التصدي للفيروسات للجراثيم. الشغلة الثانية اللي هي الجو المغلق اللي ممكن نلاقيه بالغرف أو بالبيوت أو بالمدارس، وبالتالي هذا كمان بيساعد على نشر الإنتان التنفسي بشكل أكبر، وبالتالي البرد من هالناحيتين ممكن يأثر. في عوامل تانية للبرد ممكن تأثر على الإذن، ولكن الرطوبة لها علاقة؟ هلا الرطوبة أكيد هي نوع من الحالات اللي بتأثر على الجهاز التنفسي كله، حتى على الجهاز التنفسي السفلي اللي هو العصبات والرئتين، ولكن بشكل أساسي الإنتانات التنفسية الشائعة اللي هي الإنفلونزا، الجريب، الرشح، اللي ممكن إذا ما تعالجت بشكل جيد تتطور لاختلاطات من ضمنها مشاكل الإذن، مشاكل الجيوب، مشاكل اللوزات ومشاكل الحنجرة. نعم، عدة عوامل مرتبطة بعضها دكتور. يعني وأيضا لكل يلي عم بيتابعنا بنرجع بنكرر بنعيد أنه المراجعة الاستشارة الطبية جدا مهمة لتفادي شغلات تانية. وهلا بنفس المجال كنا عم نحكي فيه، بعض التعليمات الوقاية مثلا نحن بننبه الأهل إلى أنه مثلا اللباس المناسب، الوقاية من البرد للأطفال. سؤال كان دكتور بعد عملية الأذن، هاي نرجع بيقولوا لازم نحط قطن مع فازلين بقلب إذن الطفل، هاي شو رأيك بهالتوصيل؟ تمام، هو نوع من حماية الإذن من الماء مشان ما يصير تكرار للالتهاب أثناء عملية الإذن اللي حكينا عنها. يعني هاي القصة ضرورية؟ لكن أكيد هي ضمن التوصيات اللي بتنحكى للاهل مباشره بعد العمل الجراحي، لكن كنت حابب ركز على موضوع اثناء الشتاء واثناء البرد انه الوقايه من تكرار الالتهابات الانتانات، نعلم هالشيء لاطفالنا، يعني حتى اطفالنا اللي عم يروحوا على المدارس ننبههم انه حاولوا ما تختلطوا مع الاطفال المرضانين، بعدوا عنهم مسافه امان معينه، التركيز على غسيل اليدين، عدم استخدام الاغراض الشخصيه للبعض الاخر، يعني هالامور هي بتساعد انه تقينا وبتساعد انه ما تنتقل الانتانات مثلا من المدارس للبيوت وبالتالي تتوسع رقعتها أكثر. نعم، يعني دكتور معلومات كثير مفيدة ومهمة اليوم ما كنت معنا فيها، بدنا نشكرك، بدنا نشكر هلا خلينا نقول النصائح يلي قدمتها للأهل، إن شاء الله يا رب ما حدا بيمرض ولا أكيد. طفل بيمرض ولا أكيد. طفل بيتوجع. نورت صباحنا وأهلا وسهلا فيك. نتمنى لك التوفيق دكتور، ومتشكرك أكيد لوجودك معنا، وشكرا على معلوماتك القيمة والنصائح المفيدة لكل أهل عم يسمعونا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، صباح الخير.